أن أعبر لكم عن سعادتي بلقائكم اليوم في افتتاح الملتقى الأول حول المنظومة الإجتماعية بهذه المدينة ذات خصوصيات الجد المتميزة، مدينة الدار البيضاء. ملتقى في نسخته الأولى والذي اختير له عنوان الإدماج الإجتماعي رافع للتنمية، بما يكتسيه هذا الموضوع من راهنية وأهمية بالغة بالنسبة لبلادنا من جهة، ولما تسخر به المدينة القلب النابض اقتصاديا واجتماعيا. ديال اليوم اللي هو كتنظموا مجلس مدينة الدار البيضاء مع وزارة التضامن الاجتماعي والأسرة وجهة الدار البيضاء ستات إشرف سيد الوالي، جهة الدار البيضاء ستات، وبشراكة مع أيضا مجلس العمالة وجميع الفاعلين الاجتماعيين خاصة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. فهذا اللقاء اللي هو تحت شعار الإدماج الاجتماعي رافع للتنمية هو لقاء لانطلاقة، انطلاقة للعمل يدا في يد، انطلاقة للالتقائية ما بين هذه المكونات اللي كلها كتدخل في الشأن الاجتماعي في الدار البيضاء. وحنا شفنا باللي الدار البيضاء بالرغم من يعني القدرات الهائلة اللي عندها جهة الدار البيضاء ستات ومدينة الدار البيضاء، حنا شفنا باللي كاينة حالات اجتماعية صعبة جدا تعيشها المدينة، ولهذا هناك ضرورة التدخل السريع في إطار الالتقائية، وهذا هو اللي غادي يكون ابتداء من اليوم، لأن شفتوا وقعنا واحد الاتفاقية باش نشتغلوا يدا في يد. أول حاجة غادي نديروها بعدا هي رصد البنية التحتية، شنو كاين كمراكز. مثلا غير وزارة التضامن الإدماج الاجتماعي والأسرة عندها 650 مركز في جهة الدار البيضاء ستات، وعندنا تقريبا 50,000 ديال المستفيدين من الخدمات الاجتماعية، واحد الميزانية كبيرة كنرصدوها، ولكن ما كاينش مثلا التقائية ما بين الخدمات اللي ما بين المجهودات اللي كتقوم بها الوزارة، المدينة، المجالس المختلفة ديال المدينة والجهة والعمالة. فلهذا هذه الاتفاقية غادي يكون هي الانطلاقة كما قلت باش نشتغلوا جميع، نعرفوا شنو هي البنية التحتية اللي كاينة، شنو هي الموارد البشرية اللي كاينة، نحطوا برامج مندمجة، برامج مندمجة بالنسبة للنساء وهذا بديناه مع البرنامج ديال تمكين والريادة مع الجهة، برامج مندمجة بالنسبة للإعاقة وهذا بديناه أيضا مع برنامج مدن ولوجة مع جهة مع المدينة ومع مجلس المدينة ومجلس الإقليم، برامج بالنسبة للأطفال في وضعية هشاشة وفي وضعية الشارع، وهذا أيضا رحنا دعمنا المركز ديال الاستعجالي اللي كاين في الزرقطوني، وأيضا يعني كنشتغلوا على منظومة مندمجة لحماية الطفولة اللي فيها التعاون الوطني، اللي فيها جمعية المجتمع المدني، اللي فيها أيضا وكالة التنمية الاجتماعية فيما يخص الإدماج الاجتماعي ديال هاد الأطفال وديال الأسر، لأن باش تخرج واحد الطفل من الشارع اللي هو مثلا كي مستغل في التسول خاص الالتقائية ما بين عدد من القطاعات، باش أولا هادشي ماشي يعني غير مسموح به لأن القانون ما كيسمحش به، دونك كاين تدخل وتفعيل القانون، ولكن أيضا هاد الناس خصنا هاد الطفل إما هاد الأسرة لها أسرة ديالو خصها نواكبوها باش يكون التمكين الاقتصادي ديالها، الطفل خصو يرجع للمدرسة، إما هاد الطفل ماشي الأسرة ديالو طبعا خص المعاقبة لأن استغلال الطفل، ولكن أيضا هادوك الناس أيضا خصنا نواكبهم نديروا لهم مواكبة اجتماعية. هادو هما البرامج اللي دابا تنشتغلوا عليها وغادي نشتغلوا عليها في إطار هاد الميموراندوم كي ايتي سيني، يعني هاد الاتفاقية اللي توقعت اليوم باش ما نبقاوش نشوفوا هاد الظواهر، لأن أنا متأكدة وأنا بيضاوية وتنعرف مدينتي وتنعرف الجهة اللي كبرت فيها واللي قريت فيها واللي اشتغلت فيها، تنعرف أن عندها قدرات هائلة، وتنعرف أن المجتمع المدني من أرقى ومن من من يعني سي تخي ديناميك، من المجتمعات المدنية أو الجمعيات المجتمع المدني اللي عندها واحد الدينامية قوية جدا، ولكن خاص الالتقائية حنا خصنا نتعاونوا معاهم، هما يتعاونوا معنا الاعلام، خصنا ماشي كل واحد يقول للاخر اللي مسؤول، كلنا مسؤولون. وهنا هذا هو المنظومه الاجتماعيه الذكيه، كنتكلموا على الذكاء ولكن الذكاء راه هو ذكاء الانسان اولا، الا ما قدرناش نشتغلوا جميع فينا هو الذكاء، اذا الذكاء هو ذكاء الالتقائيه، ذكاء الانسان، ذكاء لخلق وتتمين ودعم هذه المنظومه الاجتماعيه باش للقطيعه مع هذه الصور اللي شفناها. خصنا نقطعوا معاهم لان لا يمكن ان نقبل هذه الوضعيه في مدينه الدار البيضاء، هذه وضعيه جينا لقيناها، دابا حنا المسؤوليه ديالنا باش نغيروها. شاهدنا روبورتاج اللي فيه مشاهد جد مؤثره، هناك اطفال الشوارع، هناك ظاهره التسول، هناك يعني نساء ورجال مسنين اللي ما عندهمش مراكز الايواء، وبالتالي اليوم هي اول لقاء
اللي كان بشراكة مع وزارة التضامن ومع مجلس الجهة ومجلس العمالة. والغرض من هذا اللقاء هو بعدك نعرفوا الوضعية الحالية ديال مدينة الدار البيضاء وشنو غادي يمكن يعني الخطوات المقبلة من أجل الحد من هذه الظواهر الاجتماعية اللي كتضرب الخطر ديالنا. اليوم هذه المسؤولية ملقاة على الجميع، وداكشي علاش دافرنا الجهود كمجالس منتخبة ثلاثة مع الوزارة المعنية من أجل حل هذه المعضلة ووضع برنامج عمل اللي فيه خلق دور جديدة للنساء، دور جديدة، دور يعني للأطفال المشردين، دور للمسنين، حاضنات من أجل وضع فرص الشغل للمرأة. فهذا البرنامج عمل اللي إن شاء الله غادي نخرجوه في الأيام المقبلة داخل فيه هذا الشق الاجتماعي وبكيفية جد مهمة. اليوم مجلس مدينة الدار البيضاء 30% من الميزانية دياله تخصصات للشق الاجتماعي، طبعا فيها واحد الشق ديال دعم الجمعيات المجتمع المدني التي تشتغل في الجانب الاجتماعي. وكنظن يعني ان هذا مشكل اليوم اللي ما يمكنناش نبقاو غاضين عليه البصر ونقولوا ما عندناش، بالعكس عندنا هاد الظاهره خصنا نشتغلوا عليها جميع باش نحدوا منها، ولو ليس باختصاص مجلس المدينه وحدها ولكن هو اختصاص مشترك اللي خصنا نشتغلوا عليه جميع. لقاء مهم، ورشة مهمة اللي غادي تخرج بتوصيات اللي إن شاء الله اتفاقية ولا مذكرة التعاون اللي اليوم وقعنا عليها طبعا غادي تكون واحد البادرة باش يعني انطلاقة اللي تكون فعلية لبرامج صحيحة حقيقية لمدينة الدار البيضاء للحد من هالظواهر. مرضى عقليين يتجولون في الشارع، كيف ما قلت أطفال شوارع أيضا وغير ذلك، يعني مظاهر اللي ما كتعجبناش وكدرنا في خاطرنا. وإن شاء الله مجلس مدينة الدار البيضاء سوف يتطرق للشق الاجتماعي وبطريقة معقلنة وحقيقية الآن.